سيب حضراتكم بقى بعض التمرينات الجديده مع كابتن احمد عوض، وهنرجع لكم بعد الفاصل ان شاء الله. واول يعني فقراتنا الحواريه، وزي ما كنت بقول لحضراتكم، هي عن يعني كده نموذج نسائي جميل جدا بتمرن كره قدم رجال. خلينا نتابع القصه بالظبط بس بعد الفاصل. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاند، صباح الخير يا جمهور الاهلي العظيم، صباح الخير يا مشاهدين العظام. النهارده هنعمل تمرينه البط بطريقه التبات، هتبقى حلوه جدا ومفيده جدا، لان فيها موتيفيشن او فيها تشجيع، لان انت بتستنى التايم يخلص ال 40 ثانيه عشان تاخد البريك بتاعك ال 20 ثانيه، وحلوه جدا انت بتحدد البريك عشان تعرف تكمل بعد كده، تعرف تتخطى المرحله دي. يلا بينا نبتدي مع بعض تمارين بطن بطريقه التبات. اهم حاجه في تمارين بطن ان انا ما ادورش رقبتي، بلاش المسكه دي، وادي هو اجيب رقبتي لقدام، لا دايما نظري يبقى لفوق، دايما عيني وصل فوق، دقني لفوق، ايدي ثابته. هنطلع نسبه 40 ثانيه، هي الطريقه بتقول 40 ثانيه مجهود بدني من الثبات، دي اول مرحله. بعد كده 20 ثانيه راح باخد نفس وبريك، تاني 40 ثانيه ثبات، وده مهم جدا ومفيد جدا، والاحسن ان وسطي يقفل مع بطني، ما يبقاش ثابت لتحت، لا يقفل مع بطني، نظري لفوق، بريك. الليفل اللي اعلى منه ممكن نعمله بعد 3 ايام من تكرار التمرين ده، ان انا اطلع فوق 1 2 واكمل 40 ثانيه بطريقه البالس. افضل بس اعمل بالس، ما انزلش واطلع جامد، ونظري برده لفوق، رقبتي وجعتني اثبت واسند بس. بعد كده بريك 20 ثانيه. عايز اعلي المرحله، وده يكون بعد اسبوع مثلا، ان اطلع حركه كامله البط وانزل، دي حركه كامله مش لازم اقوم لغايه فوق خالص، لمده 40 ثانيه حركه. بعد كده اخد راحه 20 ثانيه. خلصت البطن الاماميه، عايزين نعمل الجانبيه، هنعملها بنفس الطريقه، ايد عكس رجل، هطلع عند الركبه واثبت 40 ثانيه، اريح العكس، البدايه الثانيه ثابته، هريح. الليفل اللي بعده بالس، أربعين ثانية كاملة وأريح 20 ثانية. الرجل التانية بالس، كل مرحلة بكررها 3 مرات أو 5 مرات، حركة كاملة ممكن أستخدم فيها رجلي وأرجع تاني كده، بقى أنا بشغل البطن الجانبية، أخد نفسي لمدة 20 ثانية. الرجل التانية نفس برضو مجهود لمدة 40 ثانية راح. نفس الكلام للبطن السفلى، هرفع رجلي واثبت لقدام، شد مشط رجلي عليا، راسي على الأرض 40 ثانية بالظبط. بعد كده بريك وانزل بالراحة ومخبطش على الأرض، هعملها بالس أو رجل ورجل أو بالس، الأحسن رجل ورجل عشان ما أدورش ظهري، سنة صغيرة ما أفتحش قوي، برضه 40 ثانية. عدينا المرحلة التانية، ده يكون في خلال أسبوع مثلا، مرحلة أصعب منها، أفتح رجلي أكتر عشان أشغل أكبر مدى حركي للعضلة. كده خلصنا البطن الأمامية والبطن السفلى. هنعمل بطريقة البلانك اللي هي اللوح الخشبي، هنعملها برضو بنفس الفكرة، 40 ثانية مجهود بدني و20 ثانية راحة. أهم حاجة كوعي تحت كتفي عشان ما ادمرش كوعي، أثبت، تايم 40 ثانية ثبات فوق، كعب رجلي في نفس مستوى كتفي، ما تبقاش مقفولة أو مفتوحة قوي، ثبت 40 ثانية بالظبط، تاخد بريك 20 ثانية. ممكن نكررها 3 مرات ورا بعض، هتبقى مفيدة جدا.
طب عايز اعملها من الثبات زي ما احنا عاملينها كده ثبات، ممكن اوصل ل 50 ثانيه و10 ثواني راح لو انا عايز اعلى بالتايم اللي هو بالشده في التمرين مش بالمجهود اللي جوه التمرين. عايز اعمل حركه اصعب هتبقى بالس بريك ورجل، ركبه لتحت عكس ركبه كده، بعمل بلانك من الحركه لمده 40 ثانيه بعد كده راحه. عايز اعملها اصعب شويه هلمس بالركبه تحت الارض واطلع تاتش تاتش كده، عليت المستوى الحركي برضه لمده 40 ثانيه 20 ثانيه راحه. هنعمل بلانك سايد، هي ليها ليفلز كتير، ممكن تبقى ده اول ليفل ان انا ابقى ساند ركبتي بس، ظهري مفرود، تشست مفتوح، ثبات 40 ثانيه، بريك 20 ثانيه. ليفل اعلى الناس اللي وزنها تقيله تبتدي بالتمرين ده احسن عشان ما ادمرش كتفي ولا ركبتي. افرد وافتح كده، بشغل الجنب ده بس، برضه ثبات 40 ثانية، راحة 20 ثانية. عايز أصعب التمرين ده هنعمله من حركة البالس برضو، بالس لمدة 40 ثانية، بريك 20 ثانية. مرحلة أصعب بقى إن أنا أشغل الجنب اليمين مع الجنب الشمال، إن أنا أطلع أثبت فوق وأرفع رجلي لمدة 40 ثانية، بعد كده بريك 20 ثانية. باخد كذا مرحلة عشان أصعب التمرين عشان أعلى بالليفل، لأن كل ما جسمي عمل أدابتيشن أو تكيف للتمرين مش هيستفيد منه، لازم أخش المرحلة الأعلى منها عشان أستفيد. مع معلومة مفيدة الحلقة اللي جاية إن شاء الله.